بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير والمحبة، حياكم الله أحبابنا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت. مساء جميل، جمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة والمعزة، ومع ضيوفنا الكرام اللي منورينا الليلة باستديو مسائي، ونتواصل معاكم على تلفزيون الراي، حياكم الله وين ما كنتوا تتابعونا. اليوم مواضيع مختلفة ومتنوعة إن شاء الله تحوز على رضاكم وعلى إعجابكم، وسهرة جميلة تجمعنا معاكم مع ضيوفنا إن شاء الله بالمتعة والخير والبركة. فأهلا بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة، وإن شاء الله يعني تكونوا معنا في هذا المركب وهذه الرحلة، ونوعدكم إن شاء الله أنها راح تكون الليلة رحلة جميلة ومميزة. اليوم رحلتنا راح ننطلق بالبداية مع عالم الشعر والشعراء. الشعر جميل ونحتاجه ونسمعه بين فترة وفترة، ولازم نسمع شعر ونقرأ شعر ونستمتع بالشعراء، خصوصا لما يطرحون قصائدهم ويكون التنافس بينهم تنافس جميل. كثير عندهم من الهموم ويعني الدعم وغير الدعم والمهرجانات والمهرجانات، يعني هم قاعدين ياخذون من يعني العتب على قدر المحبه في هذا الجانب. لذلك هم لهم حق للامانه انهم يتقدمون ونقدمهم على الساحه سواء الاعلاميه او حتى بالمهرجانات المحليه، هم ابناء هذا الوطن ويستحقون كل الدعم. لذلك اليوم احنا في برنامج مسائي كل الدعم للشعراء، حياهم الله ويا هلا مرحبا فيهم. راح انطلق الليله مع شاعر جميل وان شاء الله قصائد اجمل برحلته اللي وعدنا فيها، وراح يقدم لكم كل ما هو جديد. ونمسي عليه بالخير وحيا الله شاعرنا فواز بن علوش. مساك الله خير فواز. مساكم النور يا مرحبا، حياك الله. الله يحييك ويبقيك. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يبشرك على ما تحب طال عمرك ان شاء الله. مثل ما انت واعد جمهورك شيء جديد اليوم، ابشروا بالخير. طيب اذا حاب اللي حاب يتعرف على فواز بن علوش من المشاهدين والمتابعين الان واللي تابعك لاول مره، حاب يتعرف على البطاقه الشخصيه الخاصه فيك، فشنو تقول له انت متى بديت بالشعر وعالم الشعراء وغيره؟ ابشر. اول شيء امسيكم بالخير، حياك الله، وانا سعيد اليوم بوجودي معكم ومشكورين وما قصرتوا على الحفاوه والاستقبال الطيب. فواز بن علوش شاعر، بديت في اخر التسعينات. هو الشعر، انا انتمي الى عائله شعريه. نعم. والشعر يجيك اما وراثه ولا يجيك موهبه. نعم. اي نعم. وبديت في اخر التسعينات شاعر بسيط، دعم من عيال العم والاخوان والشيبان. التشجيع يعني. تعرف الواحد بداياته تكون شوي صحيح. اي نعم، لين وفقنا الله. يعني ما دخلت بتحدي انت ويا سعد وعبد الله؟ لا والله ما لا والله ما دخلنا في تحدي معاهم. مسي عليهم بالخير. مسي عليهم بالخير. صله القرابه ما بينك وبينهم؟ هم عيال عم الوالد. سعد وعبد الله. سعد وعبد الله عيال عم الوالد. نعم. اي والله. فتراجع القصائد مرات معاهم، تعرضونها على بعض، والله في اول البدايات تراجعها مع ارجعها مع الوالد. اي فلين توصل مرحله انت يا شاعر تدري انت المرحله هذه خلاص ما تراجع احد الا اذا في يعني قصائد مهمه او في مشاركات مهمه. نعم. ما يمنع الرجال يراجع ويتقبل النقد. الشاعر اللي ما يتقبل النقد ما راح يتطور. جميل. بس وينك من التسعينات فوز؟ التسعينات يعني والله تتكلم عن تقريبا يعني 16 15 على حسب يعني انا وياك 10 سنوات. صحيح. 10 سنوات وينك على الاعلام؟ اول شيء في عالم النت. ها؟ في عالم النت المنتديات. منتديات. اي والله. واخر شيء في السوشيال ميديا في التويتر والانستغرام. فانا بنفسي انا مقصر. يعني ما عندي ذاك الاهتمام. انا اهم شيء اني اتطور نفسي شعريا. نعم. واتمتع بموهبتي. فتطوير على الاعلام والتقدم على الاعلام هذه يبي لها دعم. يبي لها دعم من يعني حتى في السوشيال ميديا اذا ما عندك دعم. نعم. من الشعار الكبار، من الحسابات الكبيره، يعني في شعار مبدعين جاهم دعم وفقهم الله. وفي شعار مهم مبدعين وجاهم دعم وفقهم الله. الشغله تراجع على الدعم. أنا برجع على أسئلتي ونتكلم الدعم وشلون تلقى الدعم، لكن بعد ما أتوقف معاك في قصيدة أنت تختارها إن شاء الله بإذن الله. شنو حاب تختار؟ تفضل. يقول يالله يلي فوق سبع السماوات تغفر ذنوب اللي ذنوبه كثيرة، أهلكت نفسي في طريق الملذات، في كل يوم أقول هذه الأخيرة، يلين تهت وعشت عمري متاهات، الدرب مظلم والخطاوي قصيرة، والحين من فضله لجات الصلوات، أقدر فراي وارجي فضله وخيره، الخوف كاسيني والإنسان لا مات، ما عاد يدري ويش تالي مصيره،
حنا نعيش ووقت فيه العلامات جات الصغيرة ولا بقل الكبيرة. الوقت هذا غير عن كل الأوقات. يا الله نسألك العفو والستيرة. شفنا التفتح بس وقت الفتوحات روح مع أصحاب السيوف الشطيرة مع الشجاع اللي حياته غزوات خالد بن الوليد بن المغيرة. صح لسانك. أحسنت. تقول الإنسان أو الشاعر اليوم يحتاج إلى الدعم، وفي ناس من الشعراء اللي الله وفقهم وجاءهم هذا الدعم. كيف يأتي هذا الدعم؟ من معارف، من أكيد. اتصالات، من اهتمام شخصي. في حسابات بعد بفلوس. في حسابات بفلوس. يعني أنت عارف المفاتيح كلها؟ عارف المفاتيح كلها. ليش ما تستخدمها؟ والله أخوك مستحيل إني أطلب من أحد ادعمني، سواء كان عندي مادة أنا في تويتر ولا في تيجرام ولا، ما أطلب من أحد الدعم. ليش؟ يعني قصدك أنها في عزة نفس مثلا؟ نعم. يعني هل تعتقد أن الإنسان لم يطلب من زميله بنفس المجال، تعتقد أن هذا تنازل عن عزة نفسه؟ إذا زميلي بيني وبينه، يعني إذا في بيني وبينه ميانة، وفي بيني وبينه حتى لو في ميانة، ما تطلب منه يعني الطلب هذا، لأن الطلب هذا إذا ما جاء منه فواز ما حد راح يطق بابك يقول لك تعال أنا بدعمك. أكيد صحيح. إيه؟ أكيد الدعم. بس في شعار عندهم مادة، واللي عنده مادة يدعم حتى من أشخاص ما يعرفونه، سواء بالإعلام ولا في يعني أنت قصدك الكلمة تفرض نفسها والشاعر يفرض نفسه بجودته والأمور هذه. أكيد. الأمر هذا موجود عندنا الحين بالكويت، إحنا الشاعر المتميز الناس تدعمه، موجود هالكلام هني فواز؟ موجود. حتى إذا تبيه في السوشيال ميديا ولا برا السوشيال ميديا؟ برا السوشيال ميديا موجود هذا الأمر. أنت شاعر زين وكلمتك الكلمة اللي تطرحها طيبة وقصائدك وفكرتك، يتصلون عليك يقولك تعال نبيك تشارك بالمهرجان ويانا من غير معرفة، يصير هالكلام موجود؟ لا مساك الله خير، مو موجود. للأسف أنه مو موجود. والشاعر زين على حسب كلامك؟ صحيح. طيب عطني شو المشكلة إذا الشاعر سعى في نفسه ما في وراح يتواصل مع الناس يا جماعة أنا قدم نفسه للسعر. صحيح. في يعني بعض المهرجانات الشاعر يتواصل. نعم. يعني أنها فرضا هي عن طريق راشد. أعرف راشد. أعرف أحد يعرف راشد. ما فيها مشكلة أنك تتواصل علشان تطمع للمهرجان. حلو. لكن حتى المهرجانات اللي عندنا في الكويت، احنا ما عندنا مهرجانات. نعم. احنا عندنا مهرجان حلو فبراير، والدولة ما تدعم حلو فبراير إلا الحفلات الغنائية. نعم. كشعر ما له دعم. ينجح حلو فبراير السنة اللي ينجح فيها جهود شخصية من الشخص اللي ماسك حلو فبراير، معرفته مع الشعار الكبار ومعرفته مع أول كان الشعار الكبار يطمعون في حلو فبراير. صحيح. لأن هو المهرجان الوحيد اللي انطلاقه انطلاق الشعار حتى الخليج. صحيح. الحين قليل اللي يدعم. نعم. فيه إلا عند. نعم. نجاحه. وصلت الفكرة. وصلت ما الفكرة. ودي أن أطول معك الأسئلة لكن بخليها شعر في شعر. توكل على الله. فشنو تختار منه فوز؟ توكل. يقول يا صاحبي فاتت ولا ودي تفوت، الزلة اللي جات منك كايدة، على كثر ما صار أحاول بالسكوت، لأن السكوت أحيانا منها فايدة. على كثر ما صار أحاول بالسكوت، لأن السكوت أحيان منه فائدة. لا عاد ترسل لي ولا أرسل لك بيوت، كل واحد منا يحفظ قصايدة. هذا أنت دائم ما تميز كل صوت، وبو العوايد ما ترك عوايدة، بيني وبينك مثل خيط العنكبوت، علاقتي وياك شبه محايدة، وترى الغلاء ما عاد وحي بالثبوت، لا بهم في الأول ميانة زايدة. نشوت غيرك كيف مثلك ما نشوت، اللي هنا النفس خلق قايدة، واللي غدينا معك كان حنا شتوت، وحنا على رؤوس الجبال النايدة، لا تحسب الله من تفارقنا بموت، الرزق عند اللي رزق المايدة. سبحان الله. وسلامتك. صح صح. أكثر شيء يستهويك في الكتابة فواز، العاطفي، اللوم على الآخرين، القضايا المجتمعية، أنت ميولك؟ أنا العاطفي مغل فيها. نعم. الغزل مغل فيه. نعم. أكتب لكن مغل فيه. شرحت رفيق الغضايا الاجتماعية مشكلة فوز، لحد يزعلك. لا لا لحد يزعلك على طول قصيدة إن شاء الله ما بلاش. لا مو كل شوف في ناس يعني في شعار يكتب القصايد إذا زعله أي أحد. فأنت إذا زعلك صاحبك أو الشاعر تدري أنت أكتب القصيدة ما توجه لها، بس تقدر أكتبتها أنا راح توصل له من كا يعني الموهبة اللي بينكم وبينه. لكن أنت ما تنتظر إنه يصير معك أنت موقف، لكن أنت تكتب في هذا الاتجاه. إيه نعم. اللوم الحكمة. إيه إيه يكتب. شنو تختار لنا إذا نبي غزل؟ في غزل ولا؟ في غزل. نسمع.
يقول العصر هذا صراحة غير كل العصور، الأسار بيضة سنين مغطين سودها، نعيش وقت الرفاهية بكل الأمور، ما عادت الناس تطري قصة جدودها، تطور الفكر والعالم بحالة سرور، جميع سكان هذا الأرض فيبوتها، تطور الفكر والعالم بحالة سرور، جميع سكان هذا الأرض فيبودها، مرتاح ثابت ومرتاح في مجلسك لكنك تدور على البرامج، تشوف الناس وردودها، أشخاص تقف لها وأشخاص نقطة عبور، ما كل كلمة تابع ويش مقصودها، عليك باللي تلقت لي على عهد فور في ليلة أذهلت نفسي ماروتها، حضورها لحضرت ما هو بيت حضور، لا جات تلغي وجود الناس بوجودها، لا طحت في حسيت ما حد تهاون مرحلة للخطور، حاولت أخالف لو ما تخلف وعودها، لا طحت في طيشها ما قالوا إني معذور، وغلطة اللي كذا يكبر مردودها، أصبحت سايس غلاها واتحاشى القصور، وأعرف مدى خطوتي وميز حدودها، متواضع بكل حالاتي لكن الغرور أستخدم لا تمارت من فنعودها، قضيت حلو السنين وخضت في العشق دور، والناس ما همني لا نقصها وزوجها، والحظ مر بقبول ومرة في دبور، ودبر بها واختفى من عيني وجودها. وسلام. سلام. يا سلام، أحسنت صح لسانك، صح بدنك. اليوم يصير في ردية ما بينك وبين أحد من الشعراء؟ يصير. أو صار رديات ما بينك؟ والله صارت رديات واجد بيني وبين الشعار، وبيني وبين أخوي عبد الله، أنا عندي إخواني عبد الله وسويد، نعم، شعار، لكن ما ظهروا في الإعلام. ليش ما يبغون يظهرون؟ والله ما هو مقصرين في أعمارهم، بس إنستغرام ما إنستغرام. لا يا أخوي، أجل مرة ثانية أنتم الثلاثة تكونوا موجودين، يعني أيوه. شعرة ثلاثة إخوان ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، شعار تكون إن شاء الله ثلاثة تكونوا موجودين، ويصير التنافس بينكم. والله شعارهم شعار ونعم فيك وفيهم، ونعم فيك وفيهم. ما عليك زود. من الشعراء اللي تتابعهم اللي تحرص تقرأ لهم وتسمع لهم؟ والله كل واحد مبدع أنا أحرص إني أقرأ. من الشعراء القدامى أتكلم يعني. القدامى. حتى لا نقع في حرج، لكن من الشعراء الكبار وقدامى، منو تحب أكثر شيء فواز؟ والله شوف، هو تعشق قصائد، هو من القدام، من القدامى ولا من القدامى يعني معاصر. إيه ضيدان ابن قضعان. ضيدان ابن قضعان. أحرص على جديدة يعني. نعم. أحرص إني أتابعه. إي والله. والله يرحمه مساعد الرشيدي. رحمة الله عليه. الله يرحمه. يبي يسكن الجنة. الله يرحمه رحمة المسلمين. ونايف صقر. الشعر هذول يعني تحرص انك تتابع. احرص اني اسمع لهم. واحنا سعداء جدا بلقائنا معك فواز، ومر الوقت بشكل سريع، شاعر جميل، شاعر مميز، لكن لن اتركك الا انك انت تختار قصيدة من اختيارك، واترك لك كلمة الختام ايضا للمشاهدين. شنو حاب تقول بالختام؟ والقصيدة اللي راح تختارها لهم شنو؟ ابشر ابشر. القصيدة يقول: اصحابنا اللي يجهلون المعاريف يلا تقدي عقولها وتهديها، واللي معاهم عرف لكن على الكيف أراهم مهما حصل ما نبيها، واللي معاهم عرف لكن على الكيف أراها مهما حصل ما نبيها، وأصحابنا اللي يجحدون المواقيف في يوم به وقفاتنا تحتريها، وأصحابنا اللي يحرفون السواليف تزع وترضى بس منها وليها، وأصحابنا اللي يقبلون المصاريف انفوسها ما ترفض اللي يجيها، اللي تدور تكلفة سفرة الصيف بمود الفكرة ما فكرت فيها، راحت مواقفهم كثر المضاريف تقف مسامحها وترخيديها، يا عبيد لا يزعجك بعض التناتيف جات المعاني واسمع اللي يليها، شفت الضعيف اللي يقدر له ضعيف لو الكل منهم نية من تويها، وشفت السفيه اللي جهل واجب الضيف المرجلة صعبة ولا يحتويها، وشفت الكذوب اللي خالط على السيف بواخر أهل السيف ما يقتنيها، وشفت الجبان اللي دموعه مذاريف محال تلقى وقفة يحتميها، لا سار دون حقوقنا ضربة السيف وحدودنا صعب الرجال تغزيها، حنا رقينا فوق رؤوس المشاريف وكل دروب الكايدة نهتويها، وحنا ليا كثرت علينا التكاليف نرجل ولي والناس ما نرتجيها، وحنا ليا من واجهتنا الصواديف بعزومنا ناقف ندعس عليها، وحنا نميز راعي الصدق والزيف وما كل سلعة تنعرض نشتريها، وحنا ليا منا بلت من الملاقيف تاتي ملاقيف اللي تبتليها. وسلامتك. صح لسانك، صح لسانك، صح لسانك، كل معنى ببطن الشاعر. شو حتقول بالختام فواز؟ حتقول كلمة؟ اشكركم واشكر قناة الراي واشكرك على الاضافة. شكرا. والاخوان العاملين كلهم، وبيض الله وجهكم ما قصرتوا. شكرا جزيلا لك وما قصرت، وبارك الله فيك، وشكرا لقبولك هذه الدعوه. الشاعر فواز من علوش، شكرا جزيلا. العفو العفو. كل الشكر لضيفنا الكريم، مستمرين معاكم بعد الفاصل.